مشاركتي معكم اليوم في مبادرة كيف نفعل المسؤولية الاجتماعية بيكون من خلال محورين. المحور الأول المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشركات والمؤسسات، والمسؤولية الاجتماعية على مستوى الأفراد. المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشركات والمؤسسات تهدف إلى دعم ومساندة أفراد المجتمع من خلال برامج ومشاريع ومبادرات تقدمها الشركة أو المؤسسة للمجتمع، وتنقسم مبادراتها إلى قسمين: مبادرات موجهة داخليا لموظفينها، ومبادرات موجهة خارجيا لعملائها. كيف نفعل المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات والشركات؟ خطوتين رئيسيتين. أولا، تأكيد أن المسؤولية الاجتماعية ترتبط بأعلى سلطة في المنظمة. الأمر الثاني، الاستعانة بمراكز تدريب ومستشاري خبرات ومستشارين وخبرات في تأسيس المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة حتى تحقق أمران مهمان: أولا، حقوق المؤسسة الاجتماعية. الأمر الثاني، أن تكون أعمالها ومبادراتها ذات أثر مستدام. أما المسؤولية الاجتماعية على مستوى الأفراد فهي أنادي إلي فيها دائما من خلال 3 مسارات: أولا، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا للإنسان، أحسنوا للبيئة، أحسنوا للحيوان. المسار الثاني أنادي فيها دائما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لابد أن تقدموا المسؤولية الاجتماعية من الداخل ثم للخارج. وأخيرا أنادي فيها دائما: فمن تطوع خيرا فهو خير له، فالتطوع حياة أخرى لابد أن يعيشها الإنسان. وهذا هو تكوين شخصية المسؤولية الاجتماعية في الفرد.